كثفت الدولة جهودها لنشر منافذ بيع كافة السلع بكميات وفيرة وأسعار مخفضة في متناول المواطن. يأتي ذلك في إطار حزمة للإجراءات اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على جميع الدول. الأسعار بره مش زي هنا خالص. اللحمة بره عاملة 150، جيت هنا الجمعية لقيتها عاملة عرض، هي اللحمة ب95. الأسعار حلوة وكل حاجة موجودة هنا بالكامل. السكر ب10.5، الرز ب9، وده منفذ يعني يعتبر رحمة للناس كلها. في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات، وبعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، اتخذت الدولة المصرية عدة خطوات استباقية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. أتواجد في منفذ بيع وزارة الزراعة، وبصراحة منتجات جميلة جدا متنوعة قوي، وأسعارها أفضل بكتير بكتير من بره. يعني بصراحة يعني أسعارها لا تقارن بره، بسواء الزيت والسمن، وحاجات متوفرة جدا ونظيفة قوي قوي. الوضع طبعا كويس قوي، لأن فعلا مقارنة الأسعار هنا بأسعار بره، الكواليتي حلو والأسعار كويسة، أسعار أرخص من بره فعلا. إحنا هنا عند منتجات وزارة الزراعة، وبصراحة الحاجة حلوة جدا وأسعارها جميلة، كل حاجة موجودة ومنتجات رمضان موجودة كلها بأسعار تحفة. ده مبادرة ممتازة جدا وفعلا لها مفعول قوي. الرئيس مع الشعب، والرئيس قال الحاجة الغالية وخروا عنها ما تشتروهاش. بصراحة بيعملوا حاجات حلوة وأسعارها جميلة جدا، وكل الحاجات موجودة وبأسعار حلوة أحسن من بره الصراحة. المبادرة كلنا واحد جميلة جدا، بحيث ان احنا اول حاجة الرز بره ب15، هو هنا ب10، السكر بره ب15، هو هنا ب10، فرق كبير لما انا اجيب 2 كيلو سكر او كيلو رز وكيلو سكر اوفر 10 جنيه، انا شارية الصلصة دي امبارح ب25، هنا ب20، 5 جنيه برضو، فما يبقى في 5 جنيه في كل منتج دي حاجة كويسة. المبادرة بصراحة كل حاجة انا لقيتها بالسعر غير اللي انا شفته خالص، الحاجة كويسة جدا، والسلعة يعني السلع كلها في متناول ايد كل الناس، وارخص من مكانه الاول. والله المبادره دي زي الفل، وربنا يبارك لكم ويبارك للناس المسؤولين. بصراحه مش رياء، التجار اهو جنب بيتكم بيبيعوا المكرونه، شوف هنا بكام، هم بيبيعوها ب 14 جنيه عندنا هنا. جبت المدام بتاعتي وجبت خدنا مستلزماتنا من هنا، اوفر وارخص من بره بكتير، وده منفذ يعني يعتبر رحمه للناس كلها. الاسعار بره وحشه جدا طبعا، فلقيت لا الاسعار جميله قوي بصراحه. مبادره كلنا واحد، بنشكر الرئيس طبعا، بس استاذن بس لو في مراقبه على الاسعار اللي بره. يعني السكر هنا ب10.5، انا جايباه امبارح كان ب14 جنيه، طبق البيت ب53، انا جايباه ب64 جنيه. لا عايزين حد يراقب الاسعار اللي بره. وزاره التموين يعني في حاجات منزلاها الحمد لله هي احسن من بره، لان في حاجات بره طبعا في الفتره اللي فاتت دي الاسعار كانت عاليه. يعني وزاره التموين كل حاجه هنا لاجينها موفره، بره مش موفره ومغلين الحاجه. سمعت اللحمه بره عامله 150، جيت هنا الجمعيه لقيتها عامله عرض، هي اللحمه ب95، ونفس اللحمه ونفس جودتها. فعلا نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان هو متابعنا. المجمع ما شاء الله مليان بخيرات ربنا، والحاجه كلها كتير، الاسعار كويسه، ان كان اللحمه برده، السكر، الزيت، الدقيق، واللحمه ما شاء الله برده كويسه وسعرها كويس، الاسعار كويسه احسن من بره. ودي الجمعيات دي يعني رمانه الميزان في البلد، لان عمليه وجود الحاجه موجوده في الجمعيه بيخفف على الناس كتير جدا.